ورحمة الله وبركاته طلاب الصف العاشر في مدرسة أكاديمية العزيز، حياكم الله. إن شاء الله اليوم راح نبدأ بدرس جديد في مادة التاريخ أو استكمال الدرس الماضي، الإمبراطورية الرومانية. حدثنا من قبل عن الإمبراطورية الرومانية، عن نشأتها، رقعتها الجغرافية، اتساعها والتطورات التي حصلت فيها والملوك اللي مروا عليها. اليوم إن شاء الله نتحدث عن ضعف الإمبراطورية الرومانية وسقوطها. ما أسباب ضعف الإمبراطورية الرومانية وسقوطها؟ في عنا مجموعة من الأسباب. واحد، استمرار حالة الفوضى والاضطراب. عملية استمرار الفوضى التي نشأت من قبل نتيجة للنزاعات الداخلية كان سبب رئيسي في ضعف الإمبراطورية الرومانية. باء، ازدياد الضغط على الحدود الشمالية للإمبراطورية. كانت الحدود الشمالية تعرض لها لهجمات من شعوب خارجية في محاولة لإسقاط الإمبراطورية. طبعاً هاي الهجمات استمراريتها علت على إضعاف الإمبراطورية الرومانية. جيم، انهيار الأمن الداخلي. الأمن الداخلي هو صمام الأمان للإمبراطورية بشكل عام. فإذا انهار الأمن الداخلي، انهار بنيان المجتمع الأساسي، بالتالي انهارت الحضارة والإمبراطورية. قسم ثيوسديس الإمبراطورية إلى قسمين. أجل هذا الملك قسم الإمبراطورية في عهده إلى قسمين. واحد، الإمبراطورية الرومانية الغربية وعاصمتها روما. اثنين، الإمبراطورية الشرقية وعاصمتها القسطنطينية، أو ما تعرف من بعد الدولة البيزنطية. طبعاً هذا التقسيم كان منعطف حرج جداً في عهد الإمبراطورية الرومانية. أنت لما تحكي عن تقسيم إمبراطورية كاملة إلى قسمين، فهي تجزأت إلى شعبين، بالتالي إلى سلطات أيضاً مختلفة، عامل أيضاً على إضعاف الدولة. بالتالي لما صار التقسيم، الإمبراطورية الغربية كانت أقوى بكثير من الإمبراطورية الشرقية. الإمبراطورية الشرقية تعرضت لعدة هجمات إلى أن وصلت إلى الفتح المبجل، وهو فتح محمد الفاتح عام 1403. أما الإمبراطورية الشرقية حكينا عاصمتها القسطنطينية اللي هي معرفة بالدولة البيزنطية، تم فتحها على يد محمد الفاتح. طيب لو نيجي لمظاهر الحضارة الرومانية، ما هي مظاهر الحضارة الرومانية؟ طبعا تجزأت المظاهر إلى حياة اقتصادية، حياة اجتماعية، حياة تجارية وغيرها. نيجي بالبداية على الحياة الاقتصادية. الحياة الاقتصادية تفرعت منها عدة أفرع. واحد، الزراعة. ازدادت الزراعة بالحضارة الرومانية نتيجة عدة عوامل، منها واحد، خصوبة التربة. اثنين، المناخ المعتدل. ثلاثة، توافر المياه. أما الصناعة اللي السبب الرئيسي في ازدهار الصناعة في الحضارة الرومانية هو توافر مناجم الحديد. تم اكتشاف مناجم حديد بكميات كبيرة، كانت هي بمثابة المادة الخام لقيام الصناعة. اثنين، الرصاص، معدن الرصاص. وثلاثة، معدن القزبي. التجارة عامل مهم جدا أيضا في الحضارة الرومانية. الموقع الجغرافي المميز للحضارة أدى إلى أنها تكون مركز لتوزع المنتجات المختلفة، كانت زراعية أو صناعية، على الحضارات المجاورة. أما الحياة الاجتماعية فهي التقسيم الاجتماعي للسكان في الإمبراطورية الرومانية. كان يتم التقسيم إلى عدة طبقات، منها واحدة طبقة النبلاء، وهي طبقة الأشراف، وهي طبقة قلة قليلة في الإمبراطورية الرومانية تتمتع بصلاحيات وخصائص إدارية عالية. اثنين، طبقة الفرسان. ثلاثة، طبقة الكهنة. أربعة، الطبقة العامة من الشعب. وخمسة، طبقة الأعلى. طبعا الطبقة العامة هي الطبقة الأكبر المتواجدة في الإمبراطورية الرومانية، وأما العبيد فهي طبقة الرقيق التي كانت متواجدة بشكل كبير للخدمة المختلفة لبقية طبقات الإمبراطورية. ممتاز، بس هيك عندنا واجب سؤال أفكر صفحة 27، أتمنى من الجميع يحله معاكم إن شاء الله يوم واحد بعد تنزيل فيديو هذا، هيك بنكون إن شاء الله تعالى قطعنا جزء آخر في هذا الدرس على عمل الاستكمال في دروس قادمة إن شاء الله تعالى. الله يعطيكم العافية وشكرا جزيلا لكم.